إذن نشكركم على حضوركم معنا اليوم في هذا اللقاء اللي هو بحق اعتراف من طرف او مش اعتراف حقيقه، هو تفعيل لشراكه مع الولايات المتحده الامريكيه، وبحد ذاته اعتراف بالاهميه ديال تاريخنا وتراثنا. وكيف ما كتعرفوا المملكه المغربيه وقطاع الثقافه كيجتهد باش يحاول يسترجع جميع المآثر اللي سرقت ليه من طرف التجار. هذه المآثر لان عندها واحد الاهميه كبيره على الصعيد الدولي. الاهميه الاولى بالطبع هي اولا اهميه سيونتيفيك، لانها عندها علميه، لانها عندها واحد الدور اللي يزيدوا نعرفوا بالتاريخ ديال العالم، ولكن الاهميه ديال المغرب في هذا العالم. الخبراء ديالنا يعني كيجتهدوا باش الاكتشافات المغربيه تبقى في المغرب اولا، وباش نعطيوها واحد الصيغه دوليه، لان كنتكلموا هنا على اكتشافات اللي داروا اكثر من يعني ديال المئات اللي يعني اكثر من 200 مليون سنه. بالطبع كنتكلموا على عالم اخر، تاريخ اخر، وتاريخ وهو تاريخ ديال الانسانيه في الاخير. الاهتمام الثاني هو اولا او ثانيا هو تفعيل هذه الشراكه اللي هي نوعيه مع الولايات المتحده الامريكيه، لان من اقل من سنتين الا وان هناك اجتهاد من طرف الولايات المتحده الامريكيه باش ترجع لنا جميع المآثر المغربيه، وهذا بحد ذاته نقطه ايجابيه اللي كيبين بان هناك تعاون في هذا المجال اللي غنوسعوا، لانه كذلك تعاون باش يكونوا تعاون في التنشيط الثقافي، تعاون حتى في الخبراء الامريكيين والمغاربه باش يديروا يتعرفوا على بعضياتهم ويتقاسموا يعني الاكتشافات اللي كيديروا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الامريكي. والنقطه الثالثه اللي كنعتبرها مهمه جدا هو فاش كيكون هذا الاهتمام من طرف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي الا وكيخلينا في قطاع الثقافه، وهذا تكلمنا معكم عليه منذ اشهر، ولكن يبدو ان هناك اهتمام يعني نهار من نهار، اسبوع مرة اسبوع، بالاستثمار في هذا المفهوم ديال السياحه الثقافيه والصناعه الثقافيه. لان هنا كنتكلموا على دي بارك اللي كاينين على الصعيد الوطني، كنتكلموا على ازيلال، كنتكلموا وكان هذه اسابيع لقاء دولي منظم من طرف اليونسكو في مراكش حول ذاك الباق اللي كاين في ازيلال. كنتكلموا بالطبع على مجالات اخرى، نتكلموا على الصحراء المغربيه الداخله، قلميم، مجموعه ديال المجالات اللي كتعرف واحد الحضور قوي لهذا التراث التاريخي. فالاهتمام ديالنا غيكون في الاستثمار باش يكون هناك انشطه، باش يكون هناك تعريف، خاصه ان عندنا الهم الاول هو نعرفوه بالطبع الشباب المغربي والمغاربه، ولكن كاين هناك سياح في العالم اللي كيهتموا بهذا المجال السياحي، يعني هذا السياحه واحد المفهوم ديال السياحه الثقافيه اللي بغينا نطوروها. بالطبع مجموعه ديال القطاعات المعنيه ليس فقط قطاع الثقافه، ولكن اعتقد ان الثقافه عندها واحد الدور اللي تلعبوا في هذا المجال، وكنحاولوا يعني نلعبوا الدور ديالنا بشراكه مع القطاعات المعنيه الاخرى، وكذلك بشراكه مع شركائنا الدوليين كيف ما الولايات المتحده الامريكيه. It's wonderful to be here today with the Minister of Culture, Mr. Ben Said, and also the General Secretary from the Ministry of Energy Transition, to be able to mark this very important event where this week we've had officials from the United States government, law enforcement, other agencies, meeting with their Moroccan counterparts to share expertise on preventing and countering the looting and trafficking of cultural property. And of course, this is such an important area for Morocco in particular, because Morocco has such a rich and deep and long history. And hundreds of thousands of people come to Morocco every year to enjoy the beautiful art and architecture and all of the cultural riches. Unfortunately, there are also people who try to take advantage of this situation and to loot and traffic things that don't belong to them. And so that is something where we were able to share expertise with our Moroccan counterparts, and we also learned quite a bit from our Moroccan counterparts this week. And I spoke to our officials from the U.S. government. They told me how much they enjoyed their time here this week and how much they learned. In addition to that, we were also pleased to be able to return three very important and ancient fossils that are very valuable and are part of Morocco's cultural patrimony. And we returned those today, and we're very happy to be able to do that. These were seized by U.S. law enforcement in the United States and returned today to their rightful owners. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.